هلا نحن عم يزورنا الدكتور عادل فهيم، هو بيكون رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بخصوص انه نحط النقط الرئيسيه بينه وبين الاستاذ فراس معلا لاستضافه بطوله العرب اللي حتقام بالشهر التاسع باذن الله بمحافظه اللاذقيه. حتكون باذن الله بطوله ناجحه كثير. نحن كان في من شهر الجمعيه العموميه بمصر بالاسكندريه، فانا طرحت موضوع انه استضافتها، يعني خاصة انه بعد هالعشر سنين صار له واقفة بطولات العرب، بتعرف لانه في حرب بدول العرب اكثر دول العرب، فكانت متوقفة. فلحنا كان لنا الحمد لله يعني الفخر انه لحنا نكون اول دولة رح نرجع نفعل بطولة العرب. هو حديث الساعة، والنهاردة انا كنت في لقاء مع معالي الوزير فراس، راجل المحترم والصديق العزيز الغالي، ووضعنا اللبنة الاولية والتفاصيل الرئيسية الخاصة بتنظيم البطولة العربية. إن شاء الله البطولة العربية هتكون تحت رعاية معالي، إلا لو كنا احنا بنحلم بأكتر بفخامة الرئيس، ربنا يخليه لنا بشار الأسد، والاتحاد السوري برئاسة بطل بناء الأجسام السابق منار هيكل، أعدوا كل العدة لتنظيم البطولة على أعلى مستوى، وأصبح الحلم حقيقة. إن شاء الله تقام البطولة، متوقع منتصف سبتمبر القادم، وهتكون أقوى بطولة عربية هيحضرها أكبر عدد من الدول العربية. وأنا بقول من دلوقتي إن شاء الله إن البطولة هيبقى فيها أكبر عدد من الأبطال واللاعبين، وهندعو كل أبطال العالم العرب عشان يكونوا معانا في البطولة.